هبدا معاك بقى مباراه الاهلي وشباب بلوزداد. البعثه سافرت النهارده، وصلت الجزائر، مباراه مهمه، كيف تراها من الناحيه الفنيه بشكل عام؟ طبعا مباراة مهمة جدا وفي غاية الصعوبة، يعني مباراة هتبقى صعبة. يمكن الناس برضو لسه ما طلعناش من كأس أمم أفريقيا، صحيح، تركيز مش كبير، ولكن ماتش النادي الأهلي، ماتشنا مع شباب بلوزداد بعد بكرة بإذن الله، لا محتاج تركيز عالي جدا، لأن كمان وضع المجموعة الفرق كلها جنب بعض. يعني احنا عندنا 5 نقاط وشباب بلوزداد 5، يانج افريكانز 4 نقاط، ومدياما 4 نقاط. صحيح، مظبوط كده. 5-5 4-4، صح. الماتش هيفرق جامد جدا، الماتش في منتهى هم الخطوره عايزين يكسبوا طبعا. طبعا، لان الفرقه اللي هتكسب باذن الله نكون احنا هنبقى 8 بونت. يعني الفرقه اللي هتكسب من الماتش دون تبقى 8 بونت، يبقى قطعت مشوار هم عندهم 4، لو كسبوا هيبقوا 7. بالظبط. فالماتش مهم جدا، نتيجته مهمه جدا، محتاج تركيز عالي جدا طبعا، في ظل في غيابات كتيره جدا بتمر بيها فرقتنا، فرقه النادي الاهلي. نتمنى الناس اللي موجوده اللي هتادي تادي بشكل كويس جدا، لان فرقه شباب بلوزداد برضو هتنزل ماتش عايزه تكسب وعايزه الـ3 نقاط، ماتش على ملعبها، تحكيم رواندي. نتمنى ان الحكم باذن الله برضو هو ما يعني انا شايف ان هو ما عندوش خبره كبيره قوي تواكب اهميه الماتش دون. نتمنى ان هو يكون موفق، وان هو يبقى قراراته كلها فيها عدالة، ونتمنى بإذن الله نعمل نتيجة كويسة. إصابات كثيرة داخل النادي الأهلي مع توالي مباريات خلال الفترة القادمة، كيف يمكن التغلب على هذا الأمر؟ حوالي 12 إصابة، 11 11 واحد مصاب. في إصابات لازم الجهاز الطبي يقف عندها، يعرف السبب إيه، في بالذات الإصابات العضلية، لأن هم راجعين كمان. بالظبط، لأن المرحلة اللي فاتت أخطر مرحلة كابتن إسلام، بعد ما الفرقة تكون واخدة أجازة وبترجع بتبتدي التمرين. برنامج التدريب والاحمال في الاوقات دي بتبقى مهمه جدا جدا جدا، هي اللي بتحط اللاعب على الطريق المظبوط اللي هو يقدر يكمل بيه بدون اصابات. فنتمنى باذن الله ان كل لعيب جات له اصابه يتعافى منها بشكل بسرعه ويرجع لفرقته بسرعه، لان فرقه النادي الاهلي محتاجه كل واحد في الفتره اللي جايه. الجهاز الفني استغل فتره التوقف بشكل جيد من وجهه نظرك؟ من وجهة نظري مش قوي. يعني انا دايما بخاف من الراحات والبدايه بعد الراحه. أوكي. يعني من فترات سابقه انا بخاف من كده. يمكن برضو كان ممكن نلعب ماتشات وديه اكتر من كده، بحيث ان اللعيبه لياقه الماتشات غير لياقه التمرين بالذات بعد الراحه، ولكن باذن الله بشيء من التركيز وشيء من الفهم للواجبات باذن الله بعد بكره الخططيه، اللي طبعا مستر كولر هيفهم اللعيبه ازاي بطريقه من ناحيه طريقه اللعب وخطه اللعب، نتمنى باذن الله نعمل ماتش كويس ونتيجه كويسه باذن الله.